نظم مجلس طلبة جامعة بيرزيت اليوم اعتصاما وقفة تضامنية مع منتسبي الحركة الطلابية المعتقلين في سجون الاحتلال. حملة الحق في التعليم بجامعة بيرزيت أدانت الاستهدافات والانتهاكات المستمرة التي يمارسها الاحتلال تجاه العملية التعليمية في الأراضي الفلسطينية، وكان آخرها اعتقال الطالبة في كلية الآداب بجامعة بيرزيت أسماء قدح على حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس أثناء توجهها إلى الجامعة، وهي ثاني طالبة يتم اعتقالها من الجامعة خلال الفترة الأخيرة، حيث سبقها اعتقال الطالبة جورين قدح من بلدة شقبة غرب رام الله. ونشدت الحملة كافة المؤسسات الحقوقية والأكاديمية في العالم الضغط على الاحتلال لوقف سياساته التعسفية تجاه التعليم في فلسطين. قام الاحتلال باعتقال العديد من الطلبة البارزين في دورهم النقابي وعلى رأسهم رئيس مجلس الطلبة سيف الإسلام وأيضا بعض الأعضاء، منها لأول مرة أخت من الأعضاء وهي أسماء قدح. عدد المعتقلين في جامعة بيرزيت خاصة هو 90، ما يقارب 90 طالب. وهو الاحتلال عادة يستهدف الطلبة لأنه يعلم أن الطلبة هم عماد المجتمع وهم الذين أصحاب الدور البارز في هذه الانتفاضة. وقفة استنكار لاعتقال جميع الأسرى والأسيرات خصوصاً أسرى جامعة بيرزيت والأخت أسماء قدح، اللي هو هدفه يردعنا عن مواصلة مسيرنا وتضحيتنا لوطننا. الاعتقالات لن ترهبنا، لن تثنينا، لن نتراجع عن إكمال مسيرنا. نتعهد لجميع الأسرى بشكل عام ولأسماء بشكل خاص